ارتفع عدد الوفيات جراء حرائق في غابات بشمال كاليفورنيا إلى 5 قتلى، فيما يجاهد رجال الإطفاء لإخماد النيران التي دمرت أحياء كاملة. وشملت أوامر الإجلاء في مدينة ريدينج شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية وفي المنطقة المحيطة بها ما يربو على 38,000 شخصا الأحد بسبب الحريق الذي دمر أكثر من 500 مبنى وما يزال مستعرا لليوم السابع على التوالي.